بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم على منصة السكولة التعليمية. إن شاء الله هنشرح النهاردة درس من دروس مادة الرياضيات، هنتكلم على فرع الجبر، هناخد من الوحدة الأولى الدرس الثاني اللي بيتكلم على الأعداد المركبة. احنا طبعا اخذنا قبل كده في السنوات السابقه مجموعه الاعداد الطبيعيه، مجموعه الاعداد الصحيحه، مجموعه الاعداد النسبيه، وبعدين مجموعه الاعداد الحقيقيه. يعني في مجموعه الاعداد الحقيقيه لما جينا نحل المعادله س تربيع زائد 4 بتساوي 0، قلنا يبقى س تربيع بتساوي موجب 4 هتروح هناك بسالب 4. لما جينا خدنا جذر الطرفين وقفنا لغايه كده، قلنا يبقى س تربيع جذرها س، جينا نجيب الجذر التربيع اللي سالب 4 وقفنا وقلنا ليس لها حل في حق، وبالتالي فكان ظهور مجموعه اعداد جديده تحل لي المشكله دي اللي هي مجموعه الاعداد المركبه اللي هي موضوع درسنا النهارده. ما تروحوش بعيد، يلا نبتدي. تعالوا نشوف كده واحدة واحدة ايه هي الحاجة الى ظهور مجموعة جديدة من الاعداد اسمها الاعداد المركبة. طيب احنا قبل كده في المراحل اللي فاتت قلنا حل المعادلة في ط بيكون عبارة عن مثلا لو المعادلة س ناقص 3 بتساوي 1، عشان احلها بودي سالب 3 هناك بإشارة مختلفة، يبقى س بتساوي 4، و4 ده بينتمي فعلا لمجموعة الاعداد الطبيعية. طيب لو جينا نحل معادلة تانية في ط برضو زي س زائد 3 بتساوي 1، هنلاقي س بتساوي سالب 2، وقلنا ليس لها حل في ط، فكان لابد من ظهور مجموعة جديدة من الأعداد اللي هي الصحيحة عشان تحل هذه المعادلة. طب لما حليت المعادلة اللي فيها في مجموعة الأعداد الصحيحة 2 س ناقص 3 بتساوي 0، يبقى س بتساوي 3 على 2، جيت لقيت العدد 3 على 2 ده لا ينتمي لصاد، فكان لابد من ظهور مجموعة من الأعداد الجديدة، فكان ظهور مجموعة الأعداد النسبية. لما جينا نحل المعادلة دي س تربيع ناقص 3 بتساوي 0 في مجموعة الأعداد النسبية، يبقى س بتساوي س تربيع بتساوي 3، يبقى س بتساوي موجب وسالب جذر 3، وقلنا ليس لها حل في نون، فكان ظهور مجموعة الأعداد الحقيقية. طيب مجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي س تربيع زائد 4 بتساوي 0، لما جينا نحل المعادلة دي في ح لقينا س تربيع بتساوي سالب 4، جينا ناخد جذرية الطرفين لقينا ليس لها حل في ح، فكان ظهور مجموعة الأعداد المركبة اللي بنرمز لها بالرمز كاف اللي احنا شايفينه قدامنا ده رمز كاف، ساعات بيتكتب كده وساعات بيتكتب كده كاف، ماشي، او برضو بيكتب كده كاف، ده رمز مجموعة الاعداد المركبة. لما جينا نحل المعادلة س تربيع زائد 4 هي نفسها اللي ما نفعتش في ح، وبعد ظهور مجموعة الاعداد المركبة تعال نحلها في مجموعة الاعداد المركبة، يبقى س تربيع بتساوي الموجب 4 هتروح هناك بسالب 4، جينا ناخد جذر الطرفين فجذر التربيع لس بقت س، موجب وسالب جذر سالب 4، واول مرة بنشوف الشكل ده الجذر التربيع لسالب 4، بنعمل ايه؟ بنفصل دي ونقول عبارة عن جذر 4 في جذر سالب 1، جذر 4 بكام؟ ب2. طب جذر سالب 1 بنحطه بالشكل ده وهنرمز له بالرمز ت، يبقى معنى كده ما عدناش هنكتب سالب 1 تحت الجذر، هنرمز بالرمز ت، بس احنا عارفين ان ت بتساوي ايه؟ جذر سالب 1، يبقى س بتساوي موجب وسالب 2 ت، وت بتساوي جذر سالب 1. طيب عندنا مجموعة من الملاحظات، نفس الحكاية لما جينا حلينا المعادلة دي س تربيع زائد 1 بتساوي ايه؟ قلنا لو كانت المنحنى عامل كده يبقى مجموعة حل المعادلة دي بتساوي 0، لان المنحنى قطع محور السينات في الصفر. طيب مجموعة حل المعادلة دي كده كام؟ هتقول لي 2 وسالب 2، لان المنحنى قطع محور السينات في نقطتين. طب هنا الجديده بقى اللي هو بيتكلم عليها س تربيع زائد 2، المنحنى لا يقطع محور السينات، يبقى مفيش اعداد حقيقيه بتمثل المنحنى ده، يبقى س تربيع زائد 1 ليس له حلول حقيقيه، وبالتالي هنحاول نعالج الموضوع دون ونشوف مجموعه الاعداد الحقيقيه اللي بتحقق لي المعادله في مجموعه الاعداد المركبه. طيب الملاحظه الثانيه، لما يجي لي جذر سالب ألف، وألف ده أي عدد بينتمي لح،
يعني أي عدد حقيقي. يعني لما نقول مثلا جذر سالب 5، جذر سالب 8، جذر سالب 9، نتعامل معها إزاي؟ يبقى هنقول جذر الألف في سالب 1، جذر الألف يبقى لوحده، وجذر السالب 1 يبقى لوحده عشان السالب 1 اللي هنرمز له الرمز اللي اتفقنا عليه ت. يبقى جذر سالب ألف بتساوي جذر ألف مضروبة في ت. الأعداد 5 ت وسالب 3 ت وجذر 3 ت اسمها أعداد تخيلية. أعداد تخيلية ليه أعداد تخيلية؟ عشان معاها جذر سالب 1 اللي اسمه ت، جذر سالب 1 اللي اسمه ت، بالتالي كل الأعداد دي يبقى اسمها أعداد تخيلية. العدد التخيلي هو العدد الذي مربعه سالب 1، يعني زي ما احنا قلنا جذر سالب 1، جذر سالب 1 قلنا بنرمز له بالرمز ت، تمام. طيب ت بقى تربيع، يبقى جذر سالب 1 في جذر سالب 1 يديني ايه؟ سالب 1. الاعداد بقى، طيب احنا قلنا ده كده عدد تخيلي، وسالب 3 ده عدد تخيلي، وصاد مضروبه في الت دي عدد تخيلي. طب افرضوا كانت بالصوره دي 3 زائد العدد التخيلي، او 1 ناقص العدد التخيلي، او س زائد العدد التخيلي، يبقى في الحاله دي اسمه عدد مركب. عدد مركب ينتمي الى كاف، يبقى لو كان اي صوره من الصور دي اطلق عليه عدد مركب. طيب العدد ألف زائد ب ت قلنا كده ده اسمه ايه، وده كده اسمه ايه، ده بينتمي لح، زي ما شفنا في المثال اللي فاتت 3 زائد 5 ت، وده كده عدد تخيلي عشان بيبقى فيه ت. يبقى العدد الحقيقي زائد او ناقص العدد التخيلي كله على بعضه يبقى اسمه ايه؟ عدد مركب. عدد مركب. طيب العدد المركب ده بيكون على الصوره الجبريه، يعني لما نقول ضع العدد ده على الصوره الجبريه يبقى هقول له العدد على الصوره الجبريه مثلا هيبقى 5 زائد 3 ت، ده كده العدد على الصوره الجبريه. 7 ناقص 2 ت، يبقى كده العدد على الصوره الجبريه، الجزء ده الجزء الحقيقي والجزء ده الجزء الايه؟ التخيلي. طيب العدد المركب لو كان عندي الجزء الحقيقي ده كده اللي هو ألف ده بيساوي صفر صفر، يبقى فاضل عندي ايه؟ العدد التخيلي. والعكس لو كان عندي العدد التخيلي اللي هي ب بتساوي صفر، يبقى فاضل عندي العدد الايه؟ الحقيقي. طب امتى العددان المركبان يتساويان؟ يعني امتى عين واحد بيساوي عين اتنين؟ لو كانت عين واحد بتساوي ألف زائد ب ت، وعين اتنين بتساوي س زائد ص ت، يبقى عشان عين واحد تساوي عين اتنين لابد العدد الحقيقي يساوي العدد الحقيقي، والعدد التخيلي يساوي العدد التخيلي. في الحالة دي أقدر أقول إن عين واحد بتساوي عين اتنين، أو العدد المركب الأول اللي هو عين واحد بيساوي العدد المركب الثاني اللي هو عين اتنين. والعكس لو اداني عين واحد وعين اتنين وطلع إن أ بتساوي س وب بتساوي ص، يبقى هقول له يبقى إذن عين واحد بيساوي عين اتنين. طيب العدد المركب كله على بعضه بقى امتى يساوي صفر؟ امتى يساوي صفر؟ لما اقول لك عين بتساوي الف زائد ب ت، يعني معنى كده يعني لو قلت مثلا 5 زائد 3 ت، امتى دي بتساوي صفر؟ لو كان العدد الحقيقي بيساوي صفر والعدد التخيلي بيساوي صفر، يبقى عين كلها بتساوي صفر. يبقى الشرط مش واحده لوحدها بقى، مش واحده لوحدها، يعني امتى 5 زائد زائد 3 ت او ناقص 3 ت او الف زائد ب ت، لو كان الالف والب في وقت واحد كل منهما يساوي صفر، يبقى العدد دون بيساوي صفر اللي هو ايه؟ العدد المركب. طيب لو كان عندي عين واحد وعين اتنين، هناخد بقى العمليات على الاعداد المركبه اللي هو الكلام اللي احنا عارفينه زي ما خدناها العمليات في الاعداد الطبيعيه والصحيحه والنسبيه والحقيقيه.
لو عندي العدد المركب عين واحد بيساوي ألف زائد ب تاء وعين اتنين بتساوي سين زائد صاد تاء، عايز اجمعهم. لما اجمع عين واحد وعين اتنين حاجه اجمع ألف زائد سين، فجمعت ألف زائد سين. ليه جمعت ألف زائد سين؟ لان الألف ده عدد حقيقي والسين عدد حقيقي، فبجمع العدد الحقيقي على العدد الحقيقي، وبالتالي بجمع العدد التخيلي على العدد التخيلي، يعني هجمع ب زائد صاد مضروبه فين؟ مضروبه في ت، يبقى ده كده اسمه العدد الايه؟ التخيلي. ونفس الحكايه الطرح، يبقى هطرح ا ناقص س واحطهم مع بعض لان ده بيمثل العدد الحقيقي، وب ناقص ص ده بيمثل العدد الايه؟ التخيلي. طيب لما احب اضربهم في بعض، لما اضرب عين واحد في عين اتنين هتقول لي كان دول قوسين كده مضروبين في بعض، الحد الاول ده بيساوي عدد حقيقي والحد التاني بيساوي عدد تخيلي. لما بضرب بقى بضرب الالف في السين وبعدين اضرب الالف في ص ت، عمليه التوزيع، وبعدين اضرب ب ت في سين وبعدين اضرب ب ت في ص ت، فلما اضرب الف في سين يديني الف سين، ولما اضرب الف في ص ت يديني الف ص ت، وبعدين ب في س يديني ب في س، وبعدين ب ت في ب في ت ص هيديني ب ت ب ص في ت اس كام؟ اس 2. وبعدين اخد عامل مشترك هيديني الجزء الحقيقي لوحده والجزء التخيلي لوحده. هنشوف طبعا الكلام ده مع امثله كتير، والقانون ده هيبقى سهل بالنسبه لكم، لكن خلي بالك انت مش بتضرب العدد الحقيقي في العدد الحقيقي بس، ولا العدد التخيلي في العدد التخيلي بس. لكن لو احنا عايزين تفسير، هضرب ألف سين هتبقى عاملة كده، ألف سين زائد ألف في صاد ت هتبقى ألف صاد ت، وبعدين زائد نضرب الباء ب ت في سين هتبقى ب سين ت، زائد ب ت في ص ت ب في ص ب ص، وبعدين مو ت في ت يديني كام؟ يديني سالب واحد، يبقى الاشاره دي بقت بالايه؟ بقت بالسالب. بس بعد كده بقى باخد الت من هنا عامل مشترك، يتفضل ا ص زائد ب س اللي هي دي، وبعدين ا س ناقص ناقص ب ص بحطهم هنا، يبقى ده العدد الايه؟ المركب. طيب مرافق العدد المركب، اذا كان عين بتساوي ا زائد ب ت، فان العلامه دي اسمها مرافق العدد عين. هو مش هيقول لك في الامتحان مرافق العدد عين، لكن هيدي لك عين وفيها شرطه بالشكل ده، تفهم ان عين عين شرطه دي عباره عن مرافق العدد عين. طب مرافق العدد عين اكتبه ازاي؟ اكتبه نفس العدد عين لكن باشاره مختلفه، يعني لو كان هنا اشارته موجب يبقى هكتب هنا اشاره ايه؟ سالبه، والحد الاول والحد الثاني زي ما هم، ولو كانت الاشاره سالبه يبقى هكتب هنا الاشاره ايه؟ الاشاره موجبه. طيب العمليات على مرافق العدد، يعني لو جمعت الاثنين دول على بعض، العدد زائد المرافق بتاعه هلاقي الموجب يروح مع السالب، يبقى الف والف يديني 2 الف. طيب لو ضربتهم في بعض، تعال نضرب كده ألف في ألف هتقول لي يبقى ألف أس اتنين، تمام، وألف في سالب ب ت هيبقى هنا ألف ب ت. طيب نضرب بقى الب، ب في ألف هتبقى هنا موجب ألف ب ت. طيب موجب في سالب بسالب، وبعدين ب في ب يبقى ب تربيع. طيب ت في ت بكام؟ بسالب واحد، وهنا في ايه؟ سالب، يبقى موجب ايه؟ يبقى موجب ت تربيع، ب تربيع، يوم ده يروح مع ده، يبقى كل الناتج عباره عن ايه؟ الف تربيع زائد ب تربيع اللي هو كتبه هنا. لكن هنا عايز يقول ايه؟ ان جمع العدد والمرافق ليه بيديني عدد حقيقي، وضرب العدد والمرافق ليه برضه بيدينا عدد حقيقي، يعني التاء ملهاش ايه؟ وجود، يعني العدد التخيلي ملوش وجود. طيب تعالوا نشوف مثال زي اللي قدامنا كده، بيقول العددان المركبان ا زائد ب ت و ا ناقص ب ت يسميان بالعددان المترافقان اللي المرافقان اللي احنا شفناهم قبل كده، يعني 4 ناقص 3 ت و4 زائد 3 ت، هل هم عددان مترافقان؟ اه عددان مترافقان.
طيب لو حبيت اجمعهم يبقى 4 اضربهم في بعض، يبقى هتقول ال 4 4 تتضرب في بعض، وال 4 تتضرب في 3 ت، والسالب 3 د تتضرب في ال 4، والسالب 3 د تتضرب في 3 ت. 4 في 4 ب 16، وبعدين 4 في 3 ت ب 12 ت بالموجب، وبعدين سالب 4 في 3 بسالب 12 ت، هيروحوا مع بعض. نضرب بقى سالب في موجب بسالب، و3 في 3 ب 9، و ت في ت بسالب 1، يبقى هنا الاشاره بقت ايه؟ بقت موجب، بقت موجب 9. يبقى الناتج يديني كام؟ 25. طيب لما اجي اجمع هتقول لي والله يبقى العدد التخيلي يروح مع العدد التخيلي عشان الاشارات مختلفه، يبقى الناتج يطلع بكام؟ ب 8 اللي هي بتمثل عدد حقيقي. الجدول ده مهم جدا، اسمه دورة ت البسيطة ودورة ت المركبة. نشوف دورة ت البسيطة. احنا خلاص عرفنا ان ت رمزها كام؟ بتساوي سالب جذر سالب 1. طب ت تربيع عبارة عن ت في ت، يعني جذر سالب 1، فجذر سالب 1 تقول لي ب سالب 1. طيب ت أس 3 يبقى عبارة عن ت أس 2 في ت. ت أس 2 خلاص عرفناها بكام؟ ت أس 2 هي من فوق بسالب 1. مضروبة في كام؟ مضروبة في ت، تديني كام؟ سالب ت. يبقى ت أس 3 بتساوي سالب ت. احنا ما عندناش هنكرر الكلام ده، لكن انت المفروض تكون فاهم دي بتيجي ازاي. يعني لما نقول ت يبقى بجذر سالب 1، ت تربيع تقول لي بسالب 1. طب ت أس 3 يبقى بسالب ت. طب ت أس 4 يعني كأني بقول ت تربيع في ت تربيع، صح كده؟ طب ت تربيع بكام؟ بسالب 1. ت تربيع في ت تربيع بكام؟ بموجب 1. يبقى ت أس 4 بتساوي كام؟ بتساوي موجب 1، ودي اسمها دورة ت البسيطة. أمال في دورة غير بسيطة؟ يعني دورة مركبة؟ لو الأعداد كبيرة بقى. يعني لو قال لي ت أس 4، يعني ت أس 4 يعني إيه؟ عدد يكبر القسمة على 4 بدون باقي. يعني 12 تبقى القسمة على 4 بدون باقي؟ 16 تقبل القسمة على 4 بدون باقي؟ 100 تقبل القسمة على 4 بدون باقي؟ سالب 8 تقبل القسمة على 4 بدون باقي؟ يبقى كأن الناتج بيساوي كام؟ ت أس 0، وأي حاجة أس 0 بكام؟ بواحد. نشوف تاني هنا، عدد يقبل القسمة على 4 والباقي 1، يعني 9 هل تقبل على القسمة على 4؟ 9 على 4 فيها 8، 9 ناقص 8 يتفضل كام؟ 1. يبقى 9 على 4 فال 2 ويتفضل 1. طب 12 على 13 على 4 فال 3 ويتفضل 1. طب 21 على 4 فال 5 ويتفضل 1، وهكذا. كل ما يتفضل 1 هحطه فوق ت. يبقى اي عدد 4 م زائد 1، اي عدد من الارقام دي او بالشكل ده يديني اس كام؟ ت اس كام؟ 1. طيب عدد أس 4 ميم ويتفضل عندك 2 مش 1، يبقى يبقى القسمة على 4 والباقي 2 زي العشرة. 10 على 4 فال 2 ويتفضل 2، 14 على 4 فال 3 ويتفضل 2، وهكذا. طب لو اتفضل 2 نكتب ايه؟ يبقى ت أس 2، يعني هنا كده زائد 0 زائد 0، فتفضل هنا ت أس 0، وهنا تفضل ت أس 1، وهنا تفضل ت أس 2. طب ت أس 2 بكام؟ إذا كانت ت بجذر سالب 1 يبقى ت أس 2 بكام؟ بسالب 1. طيب آخر حاجة، ت أس 4 م والباقي 3، يعني تقبل القسمة على 4 والباقي 3، يبقى خلاص عرفت بقى وفهمت هيتفضل عندي ت أس كام؟ ت أس 3. وت أس 3 أصلا بكم من هنا؟ ت أس 3 بسالب ت، يعني ت أس 7 على 4 يتفضل يبقى 1 ويتفضل 3. ت أس 15 على لو ضربت 4 في 3 ب 12 يتفضل كام؟ يتفضل 3، وهكذا. نشوف بقى مجموعة من الأمثلة والتمارين اللي هتوضح لنا كل القوانين اللي اتكلمنا عليها في درسنا النهاردة. طيب ت أس 57 زائد 1 على ت أس 25 بيقول لك أكمل الناتج يطلع بكام؟ هتقول لي ال 57 دي لما أجي أقسمها على الأربعة يطلع فيها كام؟ يطلع فيها 4 في 14. 4 في 14 بكام؟ ب
ب56 صح كده؟ وهنا عندي كام؟ 57. يبقى الباقي كام؟ يبقى الباقي واحد. يعني كأني بقول هنا ت أس كام؟ واحد زائد واحد على ت أس 25. 4 × 6 = 24. من 25 يتفضل كام؟ يتفضل واحد. ت أس واحد. طيب جميل، هنا ت أس واحد، ت أس واحد زائد، احنا عارفين في الرياضة ما ينفعش المقام يبقى فيه جذر. نعمل ايه في الحالة دي؟ نضرب في المرافق، يبقى نضرب فيه ت ونضرب فيه ت ونقسم على ت، يبقى كأني بقول ت أس واحد زائد واحد في ت بت اللي هو البسط في البسط على ت في ت بسالب واحد، يبقى كأني بقول ت أس واحد ناقص، باعتبار ان دي كده الإشارة هتبقى هنا ناقص، ت على سالب واحد يديني ت أس واحد، يبقى كل الناتج يطلع بكام؟ يطلع بصفر. يبقى هنا الناتج يطلع بصفر. ماشي. إذا كانت د س بتساوي 2 س أس 4 ناقص س أس 3 زائد 5 س تربيع ناقص 3 س زائد 1، فإن دلتا، يعني إيه دلتا؟ يعني كل س هتقابلني هشتلها وأكتب مكانها إيه؟ وأكتب مكانها ت، يبقى هنا 2 في ت أس 4 ناقص 3 في ت أس 3 زائد 5 في ت أس 2 ناقص 3 في ت أس 1 زائد 1. تمام، يبقى هنا ت أس 4 بكام؟ خلاص عرفنا بقى ت أس 4 يعني ت تربيع في ت تربيع، يعني سالب واحد في سالب واحد، يبقى الناتج هيساوي كام؟ يبقى الناتج هيساوي 2 في 1، يعني بكام؟ يعني ب 2 ناقص ت أس 3 بسالب ت، يبقى هنا في 3 في سالب ت، يبقى هنا في موجب ت. طيب ت تربيع بسالب واحد، يبقى هنا في كام؟ سالب 5 ناقص 3 ت أس 1 ب 3 ت زائد واحد، يبقى هتساوي 3 ت هتروح مع سالب 3 ت، 2 1 3 ناقص 5 يديني كام؟ سالب 2، يبقى الناتج يطلع بكام؟ بسالب 2. طيب اذا كان ا تربيع زائد ب تربيع بيساوي على ا ناقص ب ت بيساوي 2 زائد 3، عايز قيمه ا في ب، هتقول لي والله المقدار ده برضه هنا في ايه؟ في المقام بيحتوي على ت، يبقى لازم نضرب في العامل المشترك، سوري في المقام المرافق، يعني ألف ناقص ب ت، يبقى هضرب في المرافق بتاعه اللي هو ألف زائد ب ت على ألف زائد ب ت، ده ألف تربيع زائد ب تربيع على ألف ناقص ب ت، بضرب في المرافق بتاع المقام يعني بعكس الإشارة بس. وهضرب بقى لما اجي اضرب المقام ا في ا يديني ا تربيع سالب في موجب بسالب ب في ب بب تربيع. طيب ت في ت بسالب واحد، وهنا اصلا عندي سالب يديني ايه؟ يديني موجب، يبقى ا تربيع زائد ب تربيع. طيب البسط فيه ايه؟ البسط فيه اصلا ا تربيع زائد ب تربيع مضروبة في ألف زائد ب ت، هلاقي المقدار ده كله يروح مع المقدار ده، يبقى الناتج النهائي طلع عندي ايه؟ طلع عندي ألف زائد ب ت. طيب ألف زائد ب ت هو في المعطيات اللي بيساوي كام؟ 2 زائد 3 ت. جميل، يعني معنى كده الحقيقي بيساوي الحقيقي، يبقى ألف بتساوي كام؟ 2 في التخيلي بيساوي التخيلي، ب بتساوي كام؟ 3، يبقى 2 في 3 تطلع بكام؟
اتلعبست. اختار قيمة المقدار سالب جذر 18 في بيسأل على التعريف. هتقول لي والله سالب جذر 18 دي هتبقى عبارة عن جذر 18 في جذر سالب 1 في جذر 12 هتبقى برضو نفس الحكاية، جذر 12 في جذر سالب 1 هتساوي. طيب جذر 18 9 في 2، 9 تخرج بره بكام؟ ب 3، يبقى 3 جذر 2 صح كده؟ طيب جذر سالب 1 بكام؟ ب ت في جذر 12 4 في 3، ال 4 تخرج بره الجذر ب 2، يبقى 2 جذر 3 في ت. جميل، 3 جذر 2 في 2 جذر 3 يديني 6 جذر 3، وت في ت بسالب 1 يبقى الناتج كام؟ سالب 6 جذر 6. قيمة المقدار ده، طيب واضح هنا بمجرد النظر ان اللي جوه القوس هنا عكسه او المرافق بتاعه، يبقى انا يفضل اعمل ايه؟ يفضل ان انا اخد قوس واحد بس اللي هو ده 2 زائد 3 ت كده في 2 زائد 3 ت واضربه في 2 ناقص 3 ت وخلي ده دلوقتي، لكن هضرب ده، الاثنين دول عددان مترافقان، حاصل ضربهم بيساوي ايه؟ عدد حقيقي. طب يجي ازاي؟ هضرب الاول في الاول، 2 في 2 يديني 4 سالب 3 في 3 يديني 9 ت في ت بسالب 1، يبقى الناتج يطلع كله ده كام؟ 13. ال 13 بقى اضربها في العدد اللي بره ده، يبقى كأن الناتج ده بيساوي 13 مضروبة في 2 زائد 3 ت. 13 في 2 ب 26، 13 في 3 ب 39 ت، يبقى ده كده الاختيار اللي عندي. رقم 3 بيقول إذا كان عين واحد بتساوي عين اتنين بتساوي، عايز مجموع الأعداد المركبين، يبقى هقول له العدد التخيلي يروح مع العدد التخيلي، يبقى الناتج بيساوي كام؟ 10. طب عايز حاصل ضربهم، برضو الاتنين دول عددان مترافقان، فخمسة في خمسة يديني هنا كده 25، سالب 3 في 3 بتسعة، وبعدين سالب ت في ت بسالب 1 يبقى يديني هنا كام؟ موجب 1. 9 زائد 25 يبقى الناتج يطلع كام؟ 34. طيب مجموعة حل المعادلة دي اللي خدناها في الأول خالص س تربيع زائد 9 بتساوي 0 في ك، هقول له والله مجموعة حل المعادلة دي يبقى هنا كده س تربيع بتساوي سالب 9، يبقى س هتساوي موجب أو سالب جذر سالب 9، يبقى س هتساوي موجب أو سالب جذر 9 في جذر سالب 1، يبقى س هتساوي موجب أو سالب جذر 9 ب 3 سالب 1 بكام؟ ب ت. يبقى مجموعة الحل هنا هي س هتساوي موجب أو سالب 3 ت. ماشي، إذا كان س زائد 2 ص ت ناقص 6 زائد 4 س ت بتساوي 0، يبقى س وص بتساوي كام؟ يبقى س وص هتساوي، هقول له برضه هنا كده هناخد العدد الحقيقي مع العدد الحقيقي، العدد الحقيقي هنا 3 س ناقص 6 ده كده عدد حقيقي. طيب العدد التخيلي اللي فيه ت واللي فيه ت، الاثنين بالموجب يبقى زائد، وافتح قوس 4 س زائد 2 ص، تمام كده، بس مضروبة في كام؟ مضروبة في ت.
كل ده بيساوي كام؟ بيساوي صفر. بس اقول له العدد الحقيقي يساوي العدد الحقيقي اللي هو هنا يعتبر كام؟ صفر. يبقى 3 س ناقص 6 بتساوي صفر. يبقى س بتساوي كام؟ س بتساوي 2. طب 4 س زائد 2 ص بتساوي صفر. س هنا بكام اصلا؟ ب2. يبقى هنا في كام؟ 8. لما تروح هناك تطلع ص بكام؟ بسالب 4. تمام. اذا كان ا زائد ب ت بيساوي ت في مضروبه في 2 زائد ت، هتقول لي العدد الحقيقي بيساوي العدد الحقيقي والتخيلي بيساوي التخيلي. بس هنا اظبطها ازاي؟ هضرب 2 في ت يبقى ده العدد التخيلي، يبقى هنا كده زائد 2 ت. طيب وت في ت بتديني كام؟ بتديني سالب 1. يبقى معنى كده ان ا هتساوي كام؟ ا بتساوي سالب 1 وب بتساوي كام؟ موجب 2. أكمل. إذا كان عين تساوي ألف زائد ب ت، فيبقى عين زائد وكان عين زائد المرفق زائد عين بتساوي 6. يبقى معنى كده ألف بتساوي كام؟ هقول له والله هو عين أصلا هنا عين بتساوي إيه؟ بتساوي ألف زائد ب ت زائد اللي هي دي. طيب عين المرفق تبقى إيه؟ ألف ناقص ب ت. تمام. طيب هل ينفع دي تروح مع دي باشاره مختلفه؟ يبقى الف والف يساوي 2 الف. يساوي 2 الف. طب لما 2 الف هتساوي 6، يبقى الف بتساوي كام؟ يبقى الف بتساوي 3. طيب تمام. اذا كان عين بتساوي 2 ناقص ت، وعين المرافقه زي ناقص عين بتساوي برضو نفس الحكايه، يبقى معنى كده ان الناتج ده بيساوي كام؟ طب عين بتساوي 2 ناقص ت، يبقى عين المرافق هتطلع بكام؟ عين المرافق تبقى 2 زائد ت، صح كده؟ طيب ناقص عين اصلا هنا بكام؟ ب2 ناقص ت، وهي اصلا مضروبه في سالب، يبقى هنا كام؟ موجب. يبقى دي تروح مع دي، يبقى الناتج يديني كام؟ 2 ت. إذا كان عين بتساوي 1 زائد ت، يبقى عين على عين المرافق، يبقى كأني بقول هنا كده 1 زائد ت. فبيسألني لما أحط المرافق تحت في المقام يبقى شكله عامل إزاي؟ تقول لي المرافق يبقى شكله 1 ناقص ت. طب ينفع جذور في المقام؟ لا. يبقى أمال هنعمل إيه؟ نضرب في العامل المرافق. العامل المرافق بتاع المقام يبقى 1 زائد ت في البسط و1 زائد ت في المقام. طب لما اجي اضربهم هضرب الاثنين اللي في المقام تحت، واحد في واحد بواحد، سالب في موجب بسالب، ت في ت بسالب واحد، يبقى هنا في المقام كله كام؟ كله 2. طيب لما اضرب فوق هضرب واحد في واحد يبقى اديني واحد، وت في ت بيديني كام؟ بيديني سالب واحد. الاول في الثاني في 2 يبقى زائد 2 ت، فدي هتروح مع دي، يبقى كل الناتج هيديني كام في الاخر؟ 2 ت على الاثنين. الاثنين تروح مع كام؟ مع الاثنين. يبقى الناتج في الاخر يطلع كام؟ يطلع ت. اذا كان 1 زائد 3 عين، طيب يبقى المرافق، فان المرافق يبقى كام؟ 1 ناقص 3 ت. اذا كانت عين بتساوي العدد المركب بيساوي 1 زائد 3 ت، يبقى المرافق بتاعه كام؟ 1 ناقص 3 ت. طب لما اضربهم في بعض تقول لي هيديني هنا عدد بينتمي ليه؟ ها عدد حقيقي. واحد في واحد بواحد، سالب في موجب بسالب، تلاتة في تلاتة بتسعة، ت في ت بموجب واحد، يبقى الناتج كله يطلع كام؟ الناتج كله يطلع 10. هنا هنقول له بقى ايه؟ هنقول له اول حاجة هنفك القوس. القوس بيساوي لما فك ده يبقى هنا في ت اصلا مضروبة في مربع الواحد بواحد زائد مربع الخمسة 25، مربع ت سالب واحد، يبقى دي هنا كده هتديني سالب واحد ناقص 25، يعني بتساوي سالب 24. طب سالب 24 دي مضروبة في ايه؟ مضروبة في الت. تمام كده؟ طيب يبقى معنى كده ان انا لما اضرب القيمة دي كلها هيطلع سالب 24 ناقص 10 ت، الاول في الثاني في 2. جميل. طيب
سالب 24 ناقص 10 ت، لا كل ده كمان مضروب في الايه في الت اللي بره دي. لما اضرب سالب 24 في ت يبقى هنا في سالب 24 ت. طب لما اضرب الت في سالب 10 ت يديني هنا 10 ت. يبقى معنى كده ان ا بتساوي كام؟ سوري، ا بتساوي 10 بس، يبقى ا بتساوي كام؟ 10. وب بتساوي كام؟ سالب 24. طيب اذا كان ت اس ن في ت اس ن زائد 1 في ت ن، بيسالني بقى على التعريف. طيب هنا ت اس ن من غير باقي، من غير باقي كانها ميم، تديني كام؟ ت اس 0. يعني تديني ايه؟ لو حطيت ن بواحد، ن بواحد هنا، يبقى الباقي كام؟ 1. يبقى كاني بقول هنا كام؟ ت اس كام؟ 1. في هحط هنا 1 يبقى ت اس كام؟ ت اس 2. في هحط ن بواحد يبقى ت اس كام؟ 3. في هحط ت بواحد يبقى ت اس كام؟ 4. بتساوي ت اس 1 يعتبر بكام؟ يعتبر بت. في ت تربيع يعتبر بسالب 1. في ت اس 3 تديني سالب ت. في ت اس 4 تديني كام؟ 1. يبقى الناتج النهائي يديني كام؟ سالب في سالب موجب. وت في ت بكام؟ ت في ت تديني كام؟ تديني سالب 1، صح كده؟ يبقى الناتج يديني كام؟ يبقى الناتج هيديني في الاخر هنا سالب 1. سالب 1 لاي قيمه النون الناتج هيطلع بسالب 1. طيب نفس الحكايه، هيبقى هنا ت بس هنا في زائد بقى، يبقى ت اس 1 زائد ت اس 2 زائد ت اس 3 زائد ت اس 4. ت اس 1 بكام؟ بت زائد ت اس ن زائد 1، يبقى هنا ت اس 2 زائد، حطينا ن بواحد يبقى هنا ت اس 3 زائد، حطينا هنا ت بواحد يبقى ت اس كام؟ ت اس 4. جميل. ت اس 4 بكام؟ بواحد. طب ت اس 2 بكام؟ بسالب 1. يبقى الاثنين دول روحوا مع بعض. ت هنا اس 1 بكام؟ بت. طب ت اس سالب 3 بسالب ت، يبقى دول روحوا ايه؟ مع بعض. يبقى الناتج كله يطلع بكام؟ يطلع بصفر. حل المعادله، حلينا زيها وقلنا ان 9 س تربيع الموجب 125 تروح هناك باشاره سالبه، يبقى الاشاره هنا بتساوي سالب 64، نقسم على 9 يبقى س تساوي موجب وسالب جذر 64. قلنا هنفصل، يبقى 64 على 9 في جذر سالب 1 اللي هي بت، يبقى موجب وسالب 64 جذرها 8، 9 جذرها 3، يبقى الناتج يطلع موجب وسالب 8 على 3. اوجد قيمة س وص آلتان تحققان المعادلة دي كلها. هنضرب، أنا عايز أفصل مظهرها، ده عدد حقيقي وده عدد تخيلي. يبقى بضرب السين هنا وأضرب السين هنا، وبعدين أضرب الصاد هنا وأضرب الصاد هنا، وأجمع العدد الحقيقي مع العدد الحقيقي في القوس اللي إحنا شايفينه ده، يبقى 2 س ناقص صاد هتساوي كام؟ هتساوي 5، و س ناقص 2 صاد هتساوي كام؟ هتساوي 1. يبقى كده دول عندي معادلتين من الدرجه الاولى. الجزء الحقيقي لما يساوي الجزء الحقيقي بيديني معادله رقم 1، والتخيلي لما يساوي التخيلي بيديني معادله رقم 2. لما اجي احلهم مع بعض هضرب المعادله رقم 1 في 2 عشان واجمع عشان اطير 2 ص مع 2 ص. يتفضل سالب 4 س وكمان س يديني سالب 3 س، سالب 10 1 يديني سالب 9. هقسم واطلع قيمه س تطلع بكام؟ تطلع ب 3. طيب لما اعوض عن قيمة س بتلاتة في احدى المعادلتين تديني قيمة الايه؟ قيمة ص. يبقى س بتساوي كام؟ تلاتة. وص بتساوي كام؟ وص بتساوي 1. يبقى معنى كده ان العدد الحقيقي اللي عندي اللي هو س هيساوي تلاتة، والعدد التخيلي اللي هو ص هيساوي كام؟ هيساوي 1. طيب احنا برضو خدنا واحدة زيها قبل كده دي، هنضرب العدد الحقيقي في العدد الحقيقي والتخيلي في التخيلي، ف2 في 2 تطلع ب4، وت في تطلع بسالب 1، يبقى كل اللي موجود فوق كام؟ 5. وهضرب في العامل المرافق بتاع المقام اللي هو 3 زائد 4 ت، يعني 3 ناقص 4 ت في البسط و3 ناقص 4 ت في المقام. لما اضرب اللي في المقام 3 في 3 بكام؟ ب9، و4 في 4 ب16، وسالب في موجب بسالب، وسالب ت وت في ت بسالب 1، يبقى كاني بقول 9 زائد 16 في المقام، يبقى يديني كام؟ 25. 25 دي لما اختصر الخمسه اللي فوق يبقى كاني فوق 3 ناقص 4 ت على الخمسه، مش كده؟
طيب معنى كده لو انا حبيت ابسط الكسر ده يبقى 3 على 5 وناقص 4 على 5 من ت، وقيمة س تبقى 3 على 5 وقيمة ص تبقى سالب 4 على 5. طيب لو عمل شوية تطبيقات وقال لي اوجد شدة التيار الكلية، شدة التيار الكهربي الكلية، الكلية يعني هتجمع بين اكتر من حاجة، المرة في مقاومتين متصلتين على التوازي في دائرة مغلقة، فإذا كانت شدة التيار في الأولى كذا أمبير وشدة التيار في المقاومة الثانية كذا أمبير، عايز إيه؟ عايز المقاومة الكلية. أقول والله أي حاجة فيها كلية يبقى شدة التيار الكلية هتساوي مجموع التيارين اللي في المقاومة الأولى واللي في المقاومة الثانية، يعني هيساوي شدة التيار في المقاومة الأولى زائد شدة التيار في المقاومة الثانية. وعوض شدة التيار في المقاومة الأولى مدهاني بكام؟ بأربعة ناقص ثلاثة ت. طب شدة التيار في المقاومة الثانية ستة زائد ثلاثة ت على اتنين زائد ت، أيوة يبقى هنا بقى بيختبرني دي ما ينفعش تتجمع على دي، قال لما بصت دي يعني ايه ببسطها؟ يعني لازم يكون عدد حقيقي وعدد تخيلي، زي هنا عدد حقيقي وعدد تخيلي، عشان اجمع العدد الحقيقي مع العدد الحقيقي والعدد التخيلي مع العدد اللي هي التخيلي. هنضرب بقى المقام في المقام، يعني 2 في 2 تدينا 4، موجب في سالب تديني هنا سالب، وت في ت تديني كام؟ سالب 1، يبقى كاني في المقام فيه 4 زائد 1. هوزع 6 مره هتتضرب في الاثنين تبقى 12، و6 هتتضرب في سالب ت تبقى سالب 6 ت، وتلاتة ت تتضرب في الاتنين يبقى موجب ستة ت، وتلاتة ت تتضرب في سالب ت يديني موجب تلاتة بس، اتناشر وتلاتة يديني خمستاشر، والت تروح مع الت، خمستاشر على الخمسة يديني كام؟ يديني تلاتة. يبقى كده العدد الحقيقي هنا اربعة ناقص العدد التخيلي اتنين ت، وهنا العدد الحقيقي تلاتة زائد ما طلعش عدد ايه تخيلي. بجمع الحقيقي مع الحقيقي يديني 7، والتخيلي مع التخيلي يديني 2 ت، وما انساش التمييز. وبكده اعزائي طلبة وطالبات الصف الاول الثانوي نكون انتهينا من تدريس الدرس بتاعنا اللي هو الاعداد المركبة، وما تنسوش تحت الفيديو بتاع الدرس هنلاقي فيه 3 لينكات، لينك على شيت أسئلة، لينك عليه شيت إجابة، اللينك الثالث عليه اختبار تفاعلي مطابق لنظام المرحلة الثانوية اللي بتنادي به الوزارة اللي هو بنظام الأوبن بوك. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.